برجع مرة تانية وبرحب بكل مشاهدينا، أهلا بحضراتكم في طعم البيوت. وكالعادة بنبدأ بالمطبخ، والمطبخ النهاردة منورانا فيه الشيف ماجي محمود. ازيك يا ماجي؟ الحمد لله. تسلم ايدك. الحاجات يعني مبدئيا كده شكلها يجنن كالعاده، والروائح رهيبه يعني. ايوه، خلينا نبتدي بفواتح الشهيه زي ما بنقول دايما. يعني نبتدي بالسلطات. دي ايه؟ دي سلطه ايطالي، بنزانيلا سلطه. بنزانيلا. اه، ايه البنزانيلا ده بقى؟ دي عباره عن طماطم وخيار وبصل، بس بنقعه في شويه سكر وخل وشويه ميه ساقعه شويه، وبعدين بنشتغل بيه. سكر وخل وميه ساقعه. اه، بنسيبه كده لمده نص ساعه، وبعدين بنصفيه ونشتغل بيه بقى مع الطماطم والخيار. ماشي. وعندنا زيتون اخضر وزيتون اسود حلقات. وعندي كمان العيش التوست، بنقطعه مكعبات وبنحمصه في الميكرويف او في الفرن. تمام. والدريسنج بتاعنا عندي زيت زيتون، وعندي ليمون وخل وملح وكمون وزعتر، وبنضربهم بقى مع بعض كمان، ومعلقتين من المستردة وثوم مفروم ورق نعناع او ورق ريحان. هي الوصفه الاصليه ريحان. بس بما انه مش متوفر، وانا قلت عايزين نسهل على ست البيت، فاشتغلنا بالنعناع، موجود في كل السوق وسهل ورخيص. اوكي، تمام. فاشتغلنا بيه، وهي دي نفس التست. فدي اللمسه بتاعتي بس اللي هي تعتبر الجديده اللي انا غيرتها، بدل الريحان استبدلته بالنعناع. طب ده السلطه دي شبه الجريك سالاد او السلطه اليونانيه، بس ناقصه جبنه. فيها تشابه. جبنه بس. فيها تشابه، بس في حاجات هنا مش موجوده. يعني في هنا الكابري برده. الكابري من الحاجات اللي مش متوفره برده عندنا في مصر، او ممكن تبقى كمان غاليه على ست البيت، فانا استبدلتها بالخيار المخلل. اوكي. مفيش، عملته امبارح ما كملش ساعتين يعني. قطعته حتت صغيره وحطيته في ميه مغليه، معلقه سكر ومعلقه ملح وفص ثوم وشويه من الخل، وغطيته. بعد ما حطيته في ميه مغليه في بوله غطيته، سبته ساعتين، طلعته بقى مخلل زي كده، وقطعته حتت صغيره واشتغلت بيه. تمام. وهحطه برده في وصفه ثانيه بنفس الشكل ده. تمام، حلو قوي. احنا كده وفرنا حاجتين ممكن تقول لك مش هعرف اعملهم عشان مش لاقيه ده ولا ده. فهتاخدي نفس التست. ليه بس الدريسنج تاني؟ الدريسنج بتاعها ايه؟ زيت زيتون وخل. هو المفروض خل تفاح، بس ممكن ابيض برده مفيش مشكله. وملح وكمون وزعتر. وعندي كمان معلقتين من المستردة والثوم المفروم. مستردة كمان. اوكي، عشان هي مززه شويه. ايوه، حلو قوي. تسلم ايديكي. ميرسي يا حبيبتي. اسمها ايه؟ بنزانيلا سلطه. بنزانيلا. سلطه بنزانيلا. شو المهم اسم، المهم طعم. انا كنت فاكره بنزانيلا دي جايه من البتنجان، فهي دي سلطه البتنجان. طلعت دي حاجه اسمها كابوناتا. دي كابوناتا. البتنجان دي كابوناتا بقى. طب قولي لنا بقى سلطه البتنجان دي. سلطه البتنجان، او دي مش ايه، سلطه البتنجان هي اسمها كابوناتا. دي تعتبر طبق جانبي. وممكن تبقى مقبلات برده. هي فيها برده حاجات قيمه غذائيه عاليه قوي. فيها بتنجان مقلي او مشوي زي ما حضرتك حابه، مكعبات كده، ممكن تحطيه في الفرن. متبلاه ولا حطاه بس ولا لا إيه؟ انا هنا قليته بصراحه، ما شويتوش المره دي، قلنا نجدد. بس انا حطيت عليه ملح وسبته شويه لما نزل ميته. عفرته بمعلقه دقيق مع معلقه نشا. تمام. عشان يفضل متماسك زي ما حضرتك شايفه. أيوة كده لحد ما استوى. وعليه كفر كده. تمام. بالظبط. اوكي. والفلفل الالوان والاخضر قطعناه مكعبات وقليناه برده نص قليه او في الميكرويف مفيش مشكله. والصلصه بتاعتها جهزت ازاي؟ بصل جوليان شوحناه شويه، فص ثوم، زعتر، حطينا كمان سوداني، حطينا كمان شويه حتى سوداني على الوش ده، وممكن سنيبر برده. فانا برده استبدلت بالبوتيل. طلع السنيبر غالي يعني. انا سهلت. والكادبري برده المفروض بدلتها بالخيار. اوكي، تمام. وحطينا كمان انت حتى خيار جوه ولا بس خيار مخلل؟ لا خيار مخلل بقى، احنا عملناه بدل الكبد. أيوة ده يعني الجارنيش بس. وحطينا صوص طماطم ومعلقه سكر ومعلقه خل، وسيبناه يتصلص شويه، وبعدين نزلنا عليه بالحاجات اللي انا شويتها. تمام. او اللي انا قليتها زي ما انا حابه. اخد غلوه صغيره وبنبتدي يعني نحطه كده. الطماطم تبقى مبشوره او متقطعه بدون قشر عشان ما تبقاش يعني سايله ميه كده. أيوة لا، انا عايزاها. أيوة تبقى متماسكه حلوه. تتاكل بالشوكه كده، تمشي. طب ممكن دي كده تتاكل ساقعه ولا سخنه؟ والله بتمشي الاثنين. تمشي ساقعه وسخنه. لو الساقعه هتقلب على مسقعه شويه تبقى لذيذه برده. بقول لك حاساها لما تسقع تبقى مسقعه. احنا الحاجات اللي وقفت معانا يعني، جبنا حاجات متاحه في السوق، وبرده على فكره المطبخ الايطالي فيه حاجات كتيره قريبه من المطبخ المصري. حتى لو هو مش موجوده الحاجه احنا بنمصرها زي ما بيقولوا. ايوه صح، برافو عليكي. شوف الشاطر يستشطب. صح. التيراميسو بقى يعني شكلها يجنن. وطبعا كالعاده التزويق، اللمسه الجماليه بتاعت ماجي، عامله لنا شوكه ومعلقه شكلهم حلو قوي. هي سهله، بنحط الشوكه والمعلقه وبنرش عليها كاكاو خام على الوش، وبعد كده بنشيلهم بيدوني نفس الشكل. تمام. ممكن تحطي اي برده شكل ورده، اي شكل موجود عندك، وتديكي نفس الشكل. طيب انت في نهايه الحلقه هنشوفها من جوه، بس قولي لنا دلوقتي اتعملت ازاي. هو طبعا معروف التيراميسو بيتعمل بالبسكوت اللي هو بسكوت التيراميسو اللي هو بيقولوا عليه ليزي فينجرز. طبعا لو متاح متاح، ولو مش متاح بنعمله في البيت. هو برده مقاديره سهله. انا عن نفسي عملته في البيت لان برده ما لقيتوش متاح عندي. يعني ما اقدرش اعمله بسكوت عادي بتاع الشاي؟ لا، هيبوش. لان هو بيبقى عالي شويه كده، وتنزليه في القهوه ساعه تذوبينه وتطلعيه سخنه. فلو عادي هتلاقيه بقى ماشي. تمام. يعني بقى زي السريلاك كده. اكل اطفال. اكل اطفال.
احنا عملنا جبنا النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان حطيناها في ميه وحطينا عليها ميه سخنه ودوبناها وشويه سكر صغيرين لو حابه وبنغطس فيه البسكوت وبنعمل له ورق بسكوت ورق كريمه ورق بسكوت ورق كريمه وكريمه ايه هي الكريمه بتاعته اساسا بتتعمل من البيض الني بيحطوه بيسووه على البخار بما ان انا واحده ما بتحبش البيض الني اصلا في وصفاته بصراحه بس هي يعني لو عاوز يعملوا بيض ني بنعمله بيض ني بنفصل الصفار لوحده والبياض لوحده وبنضرب ده وبنضرب ده ده مع سكر فانيليا وده مع سكر فانيليا وبعدين بنخلطهم على بعض وبننزل عليهم بالجبنه اللي هي بتاعه التيراميسو اللي هي مش عارفه اسمها عشان الجبنه المثلثات او المربعات هي جبنه كريسي لا هو اصلا اساسها جبنه بعينها كده فهي غاليه ومش متاحه برده تمام فاحنا استبدلناها بجبنه كريمي عادي موجوده في اي سوبر ماركت في اي علبه و انا يعني انت هنا حطيتي بيض ولا ما حطيتيش لا انا ما حطيتش بيض انا بقول اللي حابب بقى فبقول. عملتي الكريمه ازاي انا ده؟ عملت كريم باستري كريم باودر وكريم شانتيه باودر وخلطتهم على بعض زي ما كنت عاملاهم في كنافه بالمانجا بلبن مثلج وبعدين ضفنا ربع كيلو من الجبنه الكريمي اوكي وكمان اديته 3 4 معالق من قهوه سريعه الذوبان اللي احنا غطسنا فيها البسكوت عشان يديني نفس التست ايوه مظبوط وبعدين بقى غطسنا البسكوت في النسكافيه على طول ونطلع على طول عشان ما يبوش طبقه 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 لحد ما تخلصي الكميه او يبقى بالمنظر ده واخيرا بنرش الكاكاو الخام على الوش بمصفى سلك ضيقه تمام مع مراد بقى احنا بنحط اي شكل عشان يديك الشكل بنحطه في الثلاجه شويه بنقطعه زي اي حاجه حلوه خرط كده بيطلع زي الفوز هنشوفها في نهايه الحلقه ان شاء الله طيب الفراخ العظمه بقى اللي انت حطاها على النار دي مطلعه ريحه فظيعه دي بقى تشيكن مشروم ايطاليانو دي فراخ بالمشروم بنحط هنا في الجريل او في الطاسه نقطه بس من الزيت او لو تتبيلتي فيها زيت مش هحط خالص وباخدها كده وش وضهر تتبيلتي كانت عباره عن ايه عباره عن ملح وفلفل ثوم باودر وبصل باودر بابريكا زعتر وروزماري هم دول طالعين ريحه حلوه قوي دي شويه من الزيت لو انت عامله تبتيهم وعطيهم فتره ولا قبلها بيوم قبلها بيوم أوكي. ولو حضرتك يعني مقطعه الفراخ اسمك من كده او صدر سليم هنحط معلقه خل عشان سرعه التسويه بما ان انا عايزه اسالك لان انا شايفاها انها طريه يعني ما نشفتش رغم انها واخده لون رهيب يعني حلو قوي انت اديتيها يعني الصدمه بتاعتها زي ما بنقول واخدت اللون لكن شايفاها طريه مش ناشفه هي ده راجع ان الطاسه او الجريل كان سخن قوي فاخدت اللون بسرعه لكن لو انا اشتغلت في جريل بارد هتاخد وقت كتير قوي قبل ما تاخد اللون فاكون اوريدي نزلت كل الجوس اللي جواها ونشفت تمام فلازم تبقى الطاسه سخنه جدا حلو ولو هي معايا سميكه بعمل لها فتحات بالسكينه زي شورت شورت كده زي ما بنعمل السمك وبحط في التتبيله معلقه زبادي ومعلقه خل تمام لكن انا عاملاها رقيقه فمش مستاهله حاجه تمام اخدت اللون وش وظهر زي كده بنشيلها بقى بنحطها كده على جنب وبنكمل باقي الكميه وبعدين بننزل في نفس الجريل بمعلقه من الدقيق وبنشوحها شويه وبعدين بننزل عليها بكريمه الطهي ولو كريمه الطهي مش موجوده اللي هي كريمه اللبنية او كريمه الطهي ممكن احط لها كوبايه حليب مع معلقه قشطه بلدي على معلقه الدقيق اللي انا حطيتها تديني يعني نفس حليب وقشطه بلدي بديل للكريمه مع معلقه الدقيق هتبقى بديل للكريمه وتديكي نفس التست بنعمل بقى الصوص وبننزل فيه ببقيه الماتيريال بتاعتي اللي هي فلفل الوان وفلفل اخضر وزيتون اسود وحلقات وبنحط زبده بقى عشان نخليه ريتش شويه والكادبري اللي انا استبدلته اللي انا استبدلته بالخيار المخلل انا اشتغلت فيه في كل وصفاتي تمام بنحط كمان المشروم بنشوحه شويه طيب انا هسيبك تكملي انت في حاجه ثانيه عندك جاهزه ولا اوليو باستا اللي هي المكرونه الاسباجيتي بزيت الزيتون والثوم والاعشاب هي دي اللي باقيه ما بتاخدش 6 دقايق على النار بتبقى زي الفل لان انا اوريدي مكرونه عاديه بقى مسلوقه ومكرونه اسباجيتي سلقاها لمده 8 دقائق في ميه وملح بس بدون زيت لان انا هعملها في الزيت وهيبقى يعني الزيت زياده شويه بتاع الزيتون لان هي دوت الصوص بتاعها الزيت على البارد وبنحط فيه الزيتون وبياخد نكهته وبعدين بنقلب وخلاص. ونحط الاعشاب بقى اللي هي سهلة. اللي انت حباها طيب هنشوف احنا المكرونه وهنشوف الفراخ في نهايه الحلقه ان شاء الله يا حبيبتي شكرا ليكي تسلمي ورجعنا لكم مشاهدينا مع اخر لمسات الشيف ماجي وطبعا ودتنا لايطاليا النهارده شويه اكلات جميله هنتوقف عند المكرونه طبعا ايطاليا يعني مكرونه وبيتزا باستا مش كده بالظبط قولي لنا بقى اخبار دي اسهل مكرونه في الدنيا يعني مكرونه سباكيتي بنسلقها لمده 8 دقائق في ميه وملح بس من دون زيت وبنصفيها وبنجيب وقع على النار او حله بنحط فيها يعني تقريبا نص فنجان او نص كوبايه زيت زيتون بتاخد زيت زيتون زياده شويه اوكي ونحط معاها شرايح سلايس كده من الثوم حوالي 4 5 فصوص ثوم شرايح رقيقه ونحطها على زيت بارد بقى يسخنوا مع بعض بحيث ان الزيت يطعم بطعم الثوم اول ما بيسخنوا لون ذهبي بسيط كده فاتح بننزل عليها لو هي المفروض الوصفه الاصليه بذور شطه اللي هي البذور والفلفل الحار بس تو مش حابين انها تبقى سبايسي فانا حطيت لمسه كده من البابريكا عشان تبقى فيها اللون بس ما تبقاش حاميه قوي تمام وبعدين بننزل عليها بشويه من البقدونس
ممكن يبقى اي اعشاب بتفضليها. وبعدين بننزل بالمكرونه بنديها تقلبتين بقى في الحاجات دي، ملح وفلفل، وبنحط عليها شويه المفروض جبنه برمجان برده، دي اختياري، او جبنه رومي. انا النهارده حطيت رومي برده عشان احنا قلنا هنعمل حاجات موفره شويه لست البيت تبقى متناوله يعني في يد الجميع، فبشرت جبنه رومي بس ما اكونش حادقه قوي، او لو حادقه اراعي الملح يبقى ايه قليل يعني. تمام. ونجرنش بالشكل ده كده، بيدي لزع كده شويه طعمه لازع يعني، بالزبط. فكده هيبقى كتير فعلا، هتبقى لذيذه قوي كده وخفيفه ومش حلوه، مش هتشطط بصراحه. تمشي جنب بيكاتا، تمشي جنب فراخ، ايوه ليه على حاجات كتير. لو مش خفيفه ممكن بسهوله قوي تتعمل، مش حطيتي عليها تونه، لو حطيتي عليها صدر فرخه متقطع، لو حطيتي عليها اي حاجه تمشي. المهم انك تستسيغي طعم زيت الزيتون يعني، بالظبط، هو ده الاساسي فيها. ايوه صح. طيب الفراخ بقى، الفراخ احنا تبلناها طبعا يا شرايح صدور، ممكن تبقى سميكة او رفيعة زي ما انت حابة، ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر، بابريكا، حطينا كمان روزميري وزعتر، حطينا كمان لازم الروزميري وزعتر فريش، ما هو اللي كان ريحته حلوه. لا انا مش حاطه فريش، انا حاطه باودر يعني المتاح، ما فيش مشكله، الاثنين هيدوكي نفس التست. شويه من الزيت، ممكن معلقه من العسل الابيض برده بتساعد على الكرمله الحلوه دي. حطها قبلها بيوم او على الاقل 3 4 ساعات، وبعدين خدناها في جريل مدهون بمسحه زيت وش وظهر، او نسيبها سيكه كده لحد ما تستوي. وبعدين بنعمل الصوص ونحطه فوقيه، او ممكن نرجعها هي والصوص يغلوا مع بعض زي ما انا حابه يعني. اوكي. الصوص عباره عن ايه؟ عباره عن هو نفس الوكو اللي حمرت فيها الفراخ، بنزل عليها بمعلقه من الزبده كمان وبسيحها، وبنزل عليها بصل جوليان، فلفل اخضر، وثلاث الوان اللي هو الاصفر والاخضر والاحمر، شوحناهم ونزلنا معاهم بمعلقه من الدقيق، ومع المشروم كمان برده شوحناه قبل الدقيق. الدقيق سويته شويه كده، ونزلت بال المفروض الكبري، بديل الكريمه اللباني ان احنا نحط لبن وكوبايه لبن، معلقه دقيق، وفي معدي في الطاسه، وبنحط كوبايه لبن ومعلقه قشطه بلدي، معلقه قشطه بلدي، وبنسيبه يغلي، او لو الكريمه موجوده بتحل الموضوع. ونهينا استبدلنا الكادبري بالزيتون اللي هو المقطع حتت صغيره اللي انا مخلليه، والخيار وحطينا ملح وفلفل، بس نقلل الملح بقى عشان عندنا زيتون، عندنا خيار مخلل، فما يبقاش الموضوع حادق قوي يعني. جميل. وجرنشناها كده بالكرفس، لان هي الوصفه فيها كرفس برده. لا جميل، تسلم ايدك، الاكل جميل، واستعرضناه مع حضراتكم. بشكرك جدا، نورتينا يا ماجي، نقابلك الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله. معلش اذا كان صوتي النهارده ضايع، بس الحمد لله ده صوت ده فيه بحه حلوه. الحمد لله، لا واخده برد والله. الحمد لله. شكرا. بنشكر طبعا الشيف ماجي محمود اللي قدمت لنا الاطباق المتنوعه، واللي يحب يعرف التفاصيل اكتر يرجع لصفحتنا على الفيسبوك يشوف الفقره كامله ويعرف كل التفاصيل الخاصه بكل الاطباق. شكرا ليك يا هدى، نورتيني. وبشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعه، بكره ان شاء الله فريق عمل جديد، فقرات متنوعه، خليكم معنا دايما زينه بطعم البيوت. واطبخ لنا الريحه الخطيره دي طالعه من هنا، فاحت وجرت لنا رقنا كلنا. بقول لك ايه، ما تهيبنا نعزم جيراننا وصحابنا واهلنا، شكلها اكله منه واللي بيلمنا، طب وطي النار لسلس مننا. اوه هلا هلا هلا، ودي معلقه من وش الحلا، لحم الطعم محروقه ومقرمشه واسمها بلاريس. هلا هلا هلا، نقلب ومزمز وتسلى، ايوه انتوا ابدا عنها بحته بليز. اوه هلا هلا هلا، ودي معلقه من وش الحلا، لحم الطعم محروقه ومقرمشه واسمها بلاريس. هلا هلا هلا، نقلب ومزمز وتسلى، ايوه انتوا ابدا عنها بحته بليز. وقعين في دوامة حدق وحلي، طول ما الطبق مليان حاجات تخلي بطنك تعوز، دايتك يبوظ، ده الأكل لذة من لذات الحياة، بنعيشها مرة وبناكل مرتين، هات من دي علبة، لأ طب هات علبتين.